اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين من خلال فقره السكايب هنرحب بالتاكيد بالناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الاستاذ صابر الغراوي. استاذ صابر مساء الخير على حضرتك واهلا بيك. مساء الخير محمد، تحياتي ليك وتحياتي لاسره برنامجك الجميل والجميل وكل مشاهدينك الكرام. اسمح لي في البدايه اوجه تحيه من القلب لاسر ضحايا مجزره بورسعيد، نحسبهم عند الله شهداء ان شاء الله. الذكرى التاسعه النهارده، يعني ان شاء الله انا الصبر والسلوان لاسر الضحايا جميعا ان شاء الله. طيب عايز ابدا معاك واتكلم على اجواء مباريات كاس العالم للانديه، وبالتاكيد خلاص البطوله العد التنازلي بدا والكل بيستعد لضربه البدايه. ابرز المانشيتات، اهتمام الصحف الرياضيه والاجواء بالنسبه للجنه المنظمه المحليه كمان، هل عندها اجتماعات الفتره الجايه؟ هل في تعليمات جديده ممكن تصدر خلال الساعات اللي جايه قبل انطلاق اولى المباريات؟ صحيح، كان في اللجنه المنظمه المحليه للبطوله النهارده كان في اكتر من قرار وفي توجيهات سواء للجماهير او حتى للاعلاميين اللي هيغطوا البطوله. بدات اليوم تسليم تصاريح الدخول بالنسبه للاعلاميين اللي هيتابعوا البطوله بشكل عام في استاد المدينه التعليميه اللي هيستضيف المباراه الافتتاحيه للاهلي. تصريح الاعلاميين على مدار الايام النهارده وبكره وبعده لحد يوم المباراه تسليم التصاريح. وكمان بالنسبه للجماهير تم إصدار التوجيهات اليوم بالتوجه للجماهير اللي هي حجزت التذاكر بالفعل على الإنترنت، التوجه لمركز قطر الوطني للمؤتمرات للحصول على التذاكر اللي هم حجزوها بالفعل على الإنترنت، وكمان عمل المسحة الطبية تمهيدا لدخولهم المباريات. طبعا في قطاع من الجماهير هيدخل بدون مسحة طبية، اللي هو الجماهير اللي تلقى اللقاح الأول والثاني هيدخل بدون مسحة طبية، وكمان اللي هم أصيبوا من قبل في فترة من شهر 10 حتى الآن أصيبوا بكورونا وتعافوا بفضل الله، دول كمان هيتوجهوا إلى الملعب بدون خوض المسحة. دي كانت التوجيهات الأساسية. وكمان كان في اللجنة المنظمة المحلية بدأت تنشر المحاذير بالنسبة للجماهير والأشياء الممنوعة اصطحابها داخل الملعب. دي كانت الخطوط العريضة بالنسبة للجنة المنظمة عموما. الأخبار الأهلي طبعا امير هشام، وانت يعني حرقت معظم الاخبار اللي موجوده من الاهلي. امير ما شاء الله قال كل الاخبار اللي هي موجوده في البعثه، انما ده كل الخطوط العريضه المتعلقه باللجنه المنظمه. في ارتياح كبير جدا، ده شيء مهم جدا لازم نركز عليه. في ارتياح كبير جدا داخل اللجنه المنظمه لتعامل او لتعاون الاهلي بشقيه، بشق الفريق وشق الجماهيري كمان مع التعليمات والتوجيهات، لانه في التزام كبير جدا، ولانه كان كما سبق في البطوله في الايام الماضيه كان في تخوف من الجماهيريه الكبيره للاهلي انه ممكن يكون في خروج عن النص سواء من الجماهير او عدم التزام اللاعبين او الاداريين او الاجهزه الفنيه بالتعليمات والتوجيهات اللي بتدور داخل الفقاعه الطبيه، ولكن حتى الان الامور بتسير حسب ما هو مخطط له وحسب ما يرام، وفي التزام تام من الجميع بفضل الله وبفضل الخبرات اللي اكتسبوها، لانه كمان احنا عندنا انديه تملك خبرات التعامل مع الفقاعه الصحيه على راسها طبعا الدحيل موجود هنا في قطر وعارف الظروف، وكمان فريق اولسن هيونداي الكوري مزبوط. تواجد من شهر تقريبا في بطوله دوري ابطال اسيا فعارف التفاصيل دي، انما بالنسبه لبعثه الاهلي كانت جديده عليها التعليمات دي. الالتزام بيها كان شيء جيد، واحنا تلقينا ردود افعال كبيره جدا من اللجنه المنظمه المحليه او من الاتحاد الدولي بتشيد بالتزام كل افراد الاهلي بالتعليمات من اللجنه المنظمه. الحمد لله يا استاذ صابر، حضرتك عارف طبعا النادي الاهلي، حضرتك كنت بتغطي طبعا النادي الاهلي قبل سفرك الى الخليج للعمل في القطاع الاعلامي، لكن عارف طبعا النادي الاهلي الحمد لله مؤسسه بتلتزم بكل التعليمات والارشادات من اللجان المنظمه للبطولات الكبيره، ودي سمه النادي الاهلي دايما معروفه قدام العالم كله. طيب عايز اسالك كمان على فريق الدحيل، يعني ايه الجديد بالنسبه لفريق الدحيل؟ التدريبات، استعداد الفريق، تصريحات المدير الفني صبري لاموشيه، ايضا كمان اللاعبين هل كلهم في اهبه الاستعداد ولا ممكن يكون في غيابات مع انطلاقة المباريات يوم الخميس؟ شوف مبدئيا بالنسبه للدحيل النهارده الاثنين بينتهي المعسكر المفتوح اللي دخلوا الدحيل من ثلاث ايام استعدادا لمباراه الاهلي. المعسكر المفتوح بينتهي النهارده بعد التمرين اللي هيبتدي بعد ساعتين تقريبا، هينتهي المعسكر المفتوح ويبتدي المعسكر المغلق. هيتوجه جميع افراد فريق الدحيل لفندق الاقامه وهيجروا المسحات الطبيه اللازمه ويبتدي المعسكر المغلق اللي الاهلي بداوا من يوم الجمعه، لسه هم هيبتدوه النهارده. بالنسبه للغيابات مفيش غيابات خالص في فريق الدحيل، كان الغائب الوحيد في الفتره الماضيه كان كريم بوضياف قائد خط الوسط ونجم الفريق،
ولكنه تعافى من الاصابه اللي كان بيعاني منها وبيشارك في التدريبات. صحيح ما شاركش في مباريات بقاله فتره، بقاله اكتر من شهر، ولكن هو اصبح جاهز حاليا. فريق الدحيل بشكل عام على المستوى الفني فريق من العيار الثقيل الحقيقه، لانه يضم نخبه من اللاعبين المتميزين جدا في كل او في معظم المراكز، مش هنقول في كل المراكز، في معظم المراكز عنده اسلحه قويه جدا. الفريق بيستعد، وانا شايفه في الفتره دي يا محمد الحقيقه فريق الدحيل بيمر بواحده من ازهى فتراته، لانه بادئ كان في بدايه الموسم كان في عثرات كتيره جدا فنيه وتغيير جهاز فني. صبري ناموش لسه ماسك تقريبا من شهرين، وكان في استقطابات سواء على الصعيد المحلي لاعبين استقطبوهم او على الصعيد الخارجي، ميشيل اولونجا اللي انضم جديد المهاجم الكيني القوي جدا. انما عناصر الدحيل لو هنتكلم بشكل فني، انا شايف ان قوه الدحيل بتكمن في خط الهجوم وبعديه خط الوسط. خط الوسط قوي جدا بوجود كريم بوضياف وبوجود لويس مارتن جونيور وبوجود علي كريمي الايراني، انما خط الهجوم قوته حدث ولا حرج الحقيقه. رباعي خط الهجوم لما بنتكلم على ادميلسون ولا بنتكلم على دودو ولا بنتكلم على الونجا، وكمان من وراهم او معاهم راس الحربه معز علي، رباعي قوي جدا، واهدافه حتى في المباريات الاخيره شفناه من اسبوعين بيفوز على الوكره بالثمانيه وبيفوز على الاهلي الاهلي القطري بالسته، نتائجه بتعكس قوه الخط الهجوم. ولكن ده ما يمنعش انه كمان عنده نقاط ضعف انا اراها كمتابع جيد لفريق الدحيل في خط الدفاع تحديدا. يمكن عنده قلب الدفاع قوي بوجود المهدي بن عطيه بخبراته العريضه ووجود احمد ياسر بحماس الشباب وقوته البدنيه، ولكن ظاهري الجنب انا شايف ان هم نقطه ضعف، مش لسبب ضعف اللاعبين ولكن بسبب قله خبره اللاعبين. عندنا في الظهير الايمن علي مظله الله كمان جايبينه جديد من الوكره من شهر فقط جايبينه للبطوله دي، ولكن لاعب صغير 20 سنه، لانه اللي كان بيلعب في المكان ده كان اسماعيل محمد مركزه الاصلي جناح وما كانش ده مركزه الطبيعي، فاستقطبه علي مظله الله للمركز ده، وكمان سلطان البريك قليل الخبره في مركز الظهير الايسر. تمام. دول نقطتين الضعف من وجهه نظري الابرز في فريق الدحيل. طيب اختم معاك بكلمه اخيره وفي ثواني، لو تدينا منشط بالنسبه لمباراه يوم الخميس الدحيل والاهلي او للاحداث. الاهلي والدحيل موقعه هد الحيل الحقيقه، لانه الصابر يا جماعه الصابر بتتميز بالسجع دايما، وانا عارف عشان كده قلت يعني تقول لنا منشط بمناسبه هذه المباراه، الاهلي والدحيل مواجهه تهد الحيل. تهد الحيل لان هو مواجهه صعبه. وانا كمان بس اذا سمحت لي يا محمد بسرعه، يعني عايز انبه لقوه فريق الدحيل، لانه كمان التصريحات اللي طالعه النهارده وبكره وامس من فريق الدحيل انا شايفها اشبه بعمليه التنويم المغناطيسي. معز علي قائد خط الهجوم وهداف امم اسيا الاخيره طالع النهارده بيقول ان احنا قادرين على تحقيق المفاجاه والفوز على الاهلي. كلمه المفاجاه دي انا شايفها نوع من انواع التنويم المغناطيسي، لان فوز الدحيل مش هيكون مفاجاه زي ما فوز الاهلي مش هيكون مفاجاه. انا شايف الفريقين متساويتين. طيب. بنسبه كبيره جدا. توقعاتك. اي فريق التوفيق، والله التوقعات صعبه جدا يا محمد، انا ما اقدرش اتوقع لان الكفه فعلا 50% 50%، انا مش قادر. طيب. الامنيات طبعا مش محتاجين نتكلم طبعاً فيها طبعاً عارف. انما أكيد. التوقعات انا الجماعيه في الاهلي تغلب على الفرديه في الدحيل، مين اللي هيحالفه التوفيق الله اعلم. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي ويسعد جماهير الاهلي الموجوده هنا وكمان جماهير الجاليات العربيه الموجوده، لان انا فوجئت باليومين الثلاثه اللي فاتوا بجاليات عربيه كبيره جدا بتنضم لرابطه النادي الاهلي، عايزه تشجع وعايزه تساند وجايبه الاعلام الاهلي وعايزه تكون متواجده في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ صابر الغراوي، نورتنا وشرفتنا وسعداء بمداخله حضرتك معانا، لانه شرف كبير جدا، وان شاء الله باذن الله نشوف مباراه كبيره وتنظيم على اعلى مستوى في كاس العالم للانديه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.